نعم، النماذج الغربية كثيرة، يعني لو بنفتح الموضوع كمقارنات وكدراسة وك يعني حقائق وأرقام، أنا أعتقد أن الدول الاسكندنافية هي في المقام الأول. السويد، فنلندا وغيرهم، هذه الدول يعني دول قائمة حقيقة على فصل الدين عن الدولة، وأن الإنسان حر فيما يعتقد، والدولة تكفل الحرية الفردية للإنسان، سواء حرية العبادة أو عدم العبادة. يعني أنا دائما أرى كثير من العلمانيين، يعني أنا أعتقدهم مزورين يعني للأسف، دائما يذكر أن العلمانية تكفل حق العبادة. لا، العلمانية لا تكفل فقط حق العبادة، تكفل حق العبادة وحق عدم العبادة أيضا. إذا لم تكن مؤمن هذا حقك، الدولة تحميك كما تحمي المؤمن. فالنماذج أنا أعتقد الدول الإسكندنافية نوعا ما هي في المقام الأول، لأنها حققت أو قطعت يعني شوط كبير في المواطن الدولة بعدما رأت نتيجة دمج الدين بالدولة. يعني قامت الحروب العالمية الأولى والثانية والحروب الصليبية وغيرها على يعني كثير من الأفكار والمبادئ اللي أدخلت الدين في سلبيات كثيرة، وجعلته فعلا هو سبب يعني رئيسي ومباشر فيما توصلت إليه الشعوب من حروب طائفية وصراعات وانقسامات مجتمعية. فالدول الإسكندنافية تقع في المرتبة الأولى، وأنا أعتقد بعدها يمكن في الدول الأوروبية فرنسا، ألمانيا، وعندك أيضا في الغرب الولايات المتحدة، كندا وغيرهم. هذه دول استطاعت فعلا من خلال تاريخها ومن خلال حمايتها للحريات ودفاعها عن الحريات بأنها تكون علمانية بشكل أكبر. العلمانية ما هي؟ هي الدفاع عن الحريات، دفاع عن كرامة الإنسان، بأن الإنسان يكون حر. بينما في مجتمعاتنا الإنسان ليس حر، الإنسان عبد. الإنسان عبد، سواء الإنسان عبد لدين، سواء الإنسان عبد لحاكم، سواء عبد لمجتمع، لعادات وتقاليد. الإنسان عندما يتحرر من هذه القيود، أنا أعتقد أن باستطاعتنا أن نفكر بشكل أعلى، ننظر إلى الأعلى. نحن لحد الآن ننظر إلى الأسفل، لأن الغالبية ما زالت مستعبدة، لا يمكن أن تخرج من هذا الاستعباد، ما زالت هناك خطوط حمراء. ما زال يعني أخشى من أتكلم، أخشى أن أتكلم. أنا بعد يمكن مقابلتي هذه بعد ما أنا ما أدري قضية ولا شيء، ما أدري يعني هذا ما لا أدري، سلام، بس ولكن يعني السلام عليكم، لا السلامة. فأعتقد يعني هذه النماذج، أنا أعتقد أن هذه النماذج هي لن نقول أنها نماذج توب، لأن العلمانية لا تعني أن هناك مثالية، لا توجد دولة مثالية، لا توجد. يعني خلينا نكون صريحين وواقعيين وعقلانيين على أرض الواقع، لا توجد دول مثالية، هناك أخطاء، حكام هناك يتم حبسهم وسجنهم، وزراء يتم إقالتهم، رؤساء دول يتم محاسبتهم وملاحقتهم وضربهم أيضا بالحذاء أو بالبيض أو غيره. فالعلمانية لا تعني بأن هناك نموذج كامل، ولكن تعني بأن يا مواطن بأن هذا النظام باستطاعته أن يتطور يتقدم، ولكن عليك أن تؤمن بأن هذا النظام هو أفضل ما اخترعه الإنسان وأنتجه على أرض الواقع من أجل أن يسير أفراد مختلفين دينيا وفكريا وسياسيا وعرقيا وجنسيا مختلفين، ولكن هذا النظام استطاع أن يوفر لهم البيئة ضمن شروط وضمن قوانين تحفظ لهم مواطنتهم وحريتهم وكرامتهم وأمنهم ورفاههم. هذه الأمور مختفية في مجتمعاتنا، إذا ما توفرت هذه الأمور أنا أقدر أقول أن دولنا فعلا استطاعت أنها تنفتح، ولكن طالما أن هذه الأمور مختفية فأنا أعتقد بأن دولنا بعيدة، وأن الدول الغربية والأوروبية والإسكندنافية هي استطاعت رغم بعض إخفاقاتهم ورغم بعض يعني خلينا نقول سياساتهم، خلينا نقول ان هناك سياسات، نعم
نتفق بأن هناك سياسات خاطئة تختلف، بأن هناك قوانين مثلا استطاعت أن تجير بعض المواقف لمصالح سياسية وقوة سياسية وأقطاب سياسية، نعم هناك، ولكن بالنهاية استطاع هذا النظام العلماني في هذه الدول أن يقدم للإنسان الحرية والكرامة والرفاه، وهو ما عجزت عنه مجتمعاتنا العربية والإسلامية منذ وقبل 1400 سنة حتى.